بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية، إن شاء الله هنبدأ في شرح المحاضرة الثانية من الجهاز التنفسي اللور ريسبيراتوري، وهناخد فيها البرونكيال تري واللانج. البرونكيال تري زي ما انتم شايفوها عاملة زي الشجرة الشعبية، ادي الساق بتاع الشجرة اللي هي التراكية اللي احنا خدناها. هتبدأ التراكية تديني، لو اعتبرنا التراكية واحد هتديني البرنسبل برونكس اللي هو دهوت اثنين، طبعا في واحد يمين واحد شمال، وبعدين هتديني اللوبر داخل اللوب اهو، السهم ده اهو، مش الاصفر ده، طبعا انا اقصد البرونكس اللي ماشي ده اللي هو الابيض ده اللي هو ثلاثة، هيبقى اللوبر برونكس، وبعدين اللوبر هيدي سيجمنتال اهوت، وصاب سيجمنتال، ويفضل يتوزع الى اوردرز معينه هنذكرها بالتفصيل لحد ما يوصل لبرونكيول، وبعدين الفولار داكتيول، وينتهي بالالفيولاي هنا اللي هي الورق بتاع الشجر، ودي اللي بيتم فيها التبادل الغازات، والجزء ده هو بيعتبروه من اول الالفولار داكت، وحتى لو في ريسبيراتور برونكيول بيعتبروه الجزء التنفسي، اما كل الباقي ده بيعتبروه الجزء اللي هو الكونداكتنج بارت. هنا البرونكيال تري بقى انا مرتبها لك بالترتيب اهي، ادي التراكيه رقم واحد، ادي التراكيه هتدي اتنين برنسبل برونكاي، كل برنسبل برونكاي كل واحد منهم هيدي اللوبر برونكاي، هيدي اللوبر برونكاي، كل لوبر هيدي سيجمنتال برونكاي، ودي السيجمنتال برونكاي. كل لوبر طبعا اللوبر ده بيفنتليت لوب، يغذي فص رئوي كامل، ده جوه اللوب بقى هو اللوب متقسم لسيجمنت، فكل لوبر يدي سيجمنتال، وكل سيجمنت في اللوب متقسم لسب سيجمنت، فكل سب سيجمنتال يدي سب سيجمنتال برونكاي، كله سيجمنتال يدي سب سيجمنتال برونكاي. وبعدين داخل السب سيجمنت بقى هتلاقي بيتقسم السب سيجمنت الى مجموعه من التيرمينال برونكاي اهي، ثم كل تيرمينال برونكاي ينقسم الى اكثر من اوردر من البرونكيول. وطبعا هتقول لي ايه يعني برونكيول يا دكتور وبرونكاي؟ الفرق بين البرونكيول والبرونكاي ان البرونكيول قطره اقل من 1 مللي، وما فيهوش كارتليجنال سبورت، وما فيهوش جلاند، طبعا عكسه تماما في البرونكس، فيه ازيد من 1 مللي وفي كارتليجنال سبورت وفي جلاند. خلاص، بينقسم هذا البرونكيول الى 3 الى 4 اوردر من التيرمينال برونكيول، ثم التيرمينال برونكيول يدي على طول الفولار داكتيول، يدي ريسبيراتور برونكيول، والريسبيراتور برونكيول ده انا قلت هنا يدي ليه؟ لان الريسبيراتور برونكيول ديت بتبقى موجوده كويس قوي في الكناين، لكن ابسنت في الرومينانت، ففي الرومينانت مش هتلاقي ريسبيراتور، هتلاقي التيرمينال برونكيول على طول بيدي الفولار داكتيول، لكن في الكناين هتلاقي التيرمينال برونكيول بيدي ريسبيراتوري برونكيول. يبقى في الكناين اهوت، لو خدت دايره على الكناين كده اهو، اهي هتلاقي التيرمينال برونكيول بتاعها ده اهو بيدي ايه؟ بيدي ريسبيراتوري برونكيول، في الرومينانت لا. تمام؟ تحت بقى انا بعرفك، وبعد كده طبعا الالفولار داكتيول ده بيدي الفولار ساكيول، يعني اكبر شويه، يعني مساحه كده ساكس كبيره يطلع منها ساكس اصغر اللي هي الالفولاي. ودي اللي بيتم فيها الاكستشينج اوف جازز بتوين البلاد والاير. بعرفك تحت برونكو بالمونر سين، بقول لك هو جزء مستقل كونيكال، شكله كونيكال كده، كونيكال اريا ومستخله في التهويه، لان بيخش لها ساب سيجمنتال، سوري سيجمنتال برونكس، ده جزء مستقل من اللوب بيتغذى بالسيجمنتال برونكس، والقاعده بتاعته بتبقى يمه البريفري بتاعه اللنج. الساب سيجمنت بيبقى جزء مستقل داخل السيجمنت، برضه قاعدته ناحيه البريفري بتاعه اللنج. خلاص، وقلنا ان البارت من التري اللي موجود ديستال للتيرمينال برونكيول اسمه الريسبيراتور اللي بيتم فيه الاكستشينج، وما قبله كله اسمه الكوندكتنج اللي بيوصل الهواء. هنا دي صوره بتبين التيرمينال برونكيول اهوت، وبيدي هنا ريسبيراتوري، وما دام ريسبيراتور اعرف ان دي مش رومينانت، دي في الغالب كناين، والريسبيراتوري هي بتدي الفولار داكتيول اهي، الداكتيول، وجوه جوه مجمع الالفولاي دي مع بعضها جوه تجويف مركزي في النص اسمه الفولار ساكيول، طالع منه كل الالفولاي دي، ده الجزء التيرمينال بارت او الريسبيراتوري بارت بتاع البرونكيال تري.
هنا واحد هيسألني يقول لي يا دكتور هو البرونكال تري فيها مقارنات؟ طبعا فيها مقارنات. هتقول ان الريسبيراتوري برونكيول قلنا ابسنت فين؟ في الرومنال. هتقول كمان ان اللوبر برونكس اليمين في الحيوانات اللي بتتاكل في مصر زي الجمال والابقار اللي هي المشترات كلها والماعز والاغنام والخنازير، لان احنا معانا اخواتنا المسيحيين بياكلوا الخنازير ما فيهاش مشكله. فكل ما يؤكل في مصر من الحيوانات الدوميستيك انيمالز هنلاقي ان الفص الايمن الامامي للرئه بياخد تهويه مش من الرايت برينسيبل برونكس، بياخد تهويه من التركيه مباشره، وبنسميه التركيه البرونكس اهو التركيه البرونكس. يبقى دي النقطه الثانيه اهي، ادي نقطه من النقاط المهمه جدا في الكومباراتيف بتاع البرونكيال تري. هندخل بقى نشوف اللانج بتتكون من ايه. فاللانج دي هتلاقيها عامله زي يعني زي الكون شيب كده او قمية الشكل، لها بيز ولها ايبكس، ايبكس اللي قدام وبيز قاعد على الديافرام، وبعدين هتلاقي ثلاثه بوردر واثنين سيرفس. الحقيقه لها سيرفس يمت، او ما هو البيز خلي بالكم بنعتبرها سيرفس او قاعده، يعني ممكن اقول لها ثلاثه بوردر وثلاثه سيرفس، منهم البيز اللي هي الديافراجماتيك سيرفس. يعني البيز هي الديافراجماتيك سيرفس، حتى اللي كاتب عليها البيز او الديافراجماتيك سيرفس دي طبعا كونكيف، لان الديافرام انتوا عارفين عامل اب وجوه داخل كونفكس على الصدر من البطن، فالرئه تقابله بكونكيف عشان يبقوا متطابقه مع كونكيف وريليتد للثوراسيك سيرفس بتاع الديافرام. الايبكس هو الجزء الامامي اللي بيبقى موجود في حته من البلوره اسمها الكوبيولا بلوره او البلوره العنقيه زي ما احنا خدنا في البلوره. الكوستال سيرفيس ده السطح المواجه للضلوع. الميديال سيرفيس اللي هو لما الرئتين يواجهوا بعض اليمين والشمال، فنلاقي جزء الاجسام الفقرات فوق فصلاه فبسميه الدورسال بارت او الفرتيبرال بارت، وجزء الرئتين متقابلين مع بعض وبيبقى الميديستاينم هو اللي فاصلهم فبيبقى اسمه الموديستاينال بارت. يبقى الميديال سيرفيس بقسمه لدورسال فيرتيبرال بارت وفنترال ميديستاينال بارت. بيميز الدورسال فيرتيبرال بارت ان الاسوفجاس والاورطه معديين ماشيين وموجودين على طول، فبيعملوا انطباع كده زي مخدع زي اثر ليهم بتلاحظوا على هذا الجزء من السيرفيس. ايه بقى البلمونري هايلس دي؟ سره الرئه. سره الرئه هي جزء من الميديال سيرفيس، موجود جزء مثلثي كده عنده، هو الجزء المحدد في الميديال سيرفيس اللي كل الاستراكشر اللي بتخش او بتترك اللنج بتخش من عنده او تترك من عنده، يبقى هو اريا من خلاله كل الحاجات اللي داخله وطالعه اللنج تمر من خلاله، هو ده البلمونري هايلس. طب الاستراكشر اللي بتمر دي اسمها ايه؟ لها اسم تاني اسمه البلمونري روت، هنشوفه في سلايد جاي. يبقى البلمونري هايلس هو المكان في الميديال سيرفيس، شوف بقى وتحديدا بالظبط اباف اند بيهايند ذا كاردياك امبريشن، اللي موجود فين؟ ترانجولار ديبريشن على الميديال سيرفيس. عنده كل الاستراكشر اللي بتخش وتطلع من اللنج تدخل من المنطقه دي، منطقه الهايلس، وعلى فكره كل الاستراكشر دي مع بعضها لما نجمعها ونذكرها بعدين اسمها الروت اوف ذا لنج. عندنا كمان دورسال بوردر وفنترال بوردر وبيزال بوردر. الدورسال بوردر ديت اللي هي السطح الجانبي لما يجي يخش على الفرتبري وبتبقى ثيك. الفنترال بوردر لما يبقى الرئه تنزل معاها مع الضلوع تحت وبعدين تخش على الميديستاينم من تحت ويبقى ثن. الفنترال بوردر او البيزال بوردر حوالين السطح اللي هو الموجود البيس اللي هو الديافرام، دايري كده على امتداد دايره السوركس كلها او اللنج كلها. فيبقى عندنا اللي كل لنج بيز اللي هو النفراجماتيك سيرفيس وايبكس وتو سيرفيسز وثري بوردر. هنا بقى نشوف ان لسه في حاجه اسمها الكاردياك نوتش، وده بيبقى نوتش من اللنج، لان انتوا عارفين اللنج فاصله القلب عن الثوراسيك وول، فبنلاقي في نوتش في الرايت لنج وفي الليفت لنج لان القلب كبير وموجود في الميدل ميديستاينم، فمعمول له نوتش كده. بنلاقيها في الناحيه الشمال اكبر، وبالتالي احنا بنسمع من خلالها نبضات القلب اللي هي ضربات القلب الهارت بيت، بنسمعها بالسماعه من على الشمال مش من على اليمين، لان القلب الكاردياك نوتش في اللنج الشمال اكبر منها في اللنج اليمين، عشان كده بنسمع دايما القلب من الشمال. دي بقى البيزال بوردر اللي انا قلت لك اللي هي حوالين البيز بتاع اللنج اللي هو الديافراجماتيك سيرفس داير ما يدور.
الروت بتاع اللنج ده مهم قوي انك تعرفه، لانه بيتكون من برينشيبال برونكاس، بيتكون من البرينشيبال برونكاس اساسا، وبعدين البلمونري ارتري والبلمونري فينز. فينز، واحد يقول لي بلمونري فين بس، لا فينز جمع، والبلمونري نيرف بلكسس والبلمونري ليمفاتيك فيزيل. يبقى دي اربعه بلمونري، واحد برينشيبال، دي خمسه، واثنين برونكيال ارتري وفين، يبقى دي سبعه، والثامنه تراكيو برونكيال، تراكيو برونكيال ليمف نود. تمام. طيب يا دكتور البرونكيال فين موجود في كل الحيوانات؟ لا مش موجود في الحصان والرومنت، يبقى موجود في الحيوانات بتاعتنا ما عدا الحصان والرومنت. طيب ايه وظيفه الروت اوف لانج ده؟ ان بيعدي منه كل الاستراكشر الاساسيه لللانج عشان وظيفتها، وكمان بيعلق ويثبت اللانج. البالمونري ليجامنت، ايه هي البالمونري ليجامنت؟ خلي بالكم ان الروت متغطي بالبلوره من قدام، يجي من ورا تيجي البلوره تقفل عليه، ما تعرفش عامل زي ما كده معاه لما يجي التطبيعه بتاعتها، فتسيب منطقه مثلثه خلف الروت، المنطقه دي تلتصق فيها الرايت لانج مع الليفت لانج، اسمها الاريا اوف اديشن، ومحاطه بالثانيه بتاع البلوره من ميديستاينال لبالمونري، من سواء من فوق او من تحت على كل لانج، يعني اللي جايه من فوق كانت ميديستاينال وقامت منعكسه على اللانج، واللي جايه من تحت كانت ميديستاينال وقامت منعكسه على اللانج، فتعمل لي فولد وفولد، يبقى الفولدين دمت على كل لانج اسمهم البالمونري ليجامنت، بينهم وبين بعض هنلاقي الاريا اوف اديشن، اللي هي ده اريا اوف اديشن، هي موجوده بين التو فولدز بتوع البالمونري ليجامنت. هنا ده منظر لللانج اهوت بتاع الحصان، وهنلاقي طبعا اللي باين قدامي ده، ده فراجماتيك سيرفيس او البيز اهو، كل ده اهو اللي انا عامل عليه زجزاج ده اهو، كل ده اللي حواليها ده كله ده البيزال بوردر اللي عامل عليها سهم، دي اهي، دي البيزال بوردر، دي البيزال بوردر، دي البيزال بوردر برضو، دي البيزال بوردر اهي على سهم تحت ني اهي. طيب دي بقى هنبص نلاقي هنا ده الميديستاينال، ده الميديستاينال سيرفيس، وعليه ايه الامبريشن اهي، ادي مكان الاسوفيجاس ما هو ماشي، وادي الدورسال بوردر اهي، وادي مكان الاورطه ما هي ماشي، يعني ادي مكان الاسوفيجاس اهو، اسوفيجاس، وادي الاورطه، امبريشن مكانها، اثر اللي ماشي لانطباعها على اللان. وبعدين هتلاقي، بص بقى خلي بالك معايا، ادي المنطقه بتاعت الهايلاس وفيها ايه، ادي البرونكس، برنسوب برونكس، وادي الفينز اهو، اكتر من فين الازرق ده، وادي البلمونري ارتري، وادي الليمف نود، وهتلاقي الليمفاتيك، وهتلاقي نيرفات، وادي الاثنين، الاثنين شايف دي كده، شايف اللي انا عامل عليه دايره ده، اللي هو ده اهو، ادي فولد اهو، وادي فولد اهوت اللي هو تاني، الفولدين دول مع بعض ينزلوا اهم 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 اهم، ويعملوا لي البالمونري ليجامنت، البالمونري ليجامنت، والاريا اوف اديشن بقى اللي هي قدامك دي اللي انا عامل فيها شويه نقط دي اهي، ادي الاريا اوف اديشن، ودي طبعا بتبقى في الميديال سيرفيس، ده موجود الميديال سيرفيس. تمام. وادي الكاردياك نوتش اهو، كاردياك نوتش، وادي الكاردياك امبريشن، كاردياك نوتش طبعا القلب بيبقى موجود في المنطقه دي، فعامل انطباع برضه اسمه كاردياك امبريشن. ده منظر لللانج بتاع الحصان، واضح فيها الروت والاستراكشر بتاعه، والبيز واضحه قوي، والميديستاينال سيرفيس واضح قوي، والدورسال سيرفيس اللي هو الميديال سيرفيس. يعني هنا هنتكلم على اللوبيشن بتاع اللانج، تعرفين كل لانج بتتكون من مجموعه فصوص، ايه هو الفص الرئوي؟ البلمونري لوب، هو الجزء من اللانج اللي فنتليتد باي لوبر برونكس، وبينفصل عن اللوبس الاخرى بكونكتيف تيشو من الداخل وفيشر من الخارج. اما البلمونري اللي بيقول فده كونيكال اريا جوه اللوب، الابيكس بتاعه يمة السنتر بتاع اللنج، والبيز يمة البريفري. تمام. في الغالب بيبقى فنتليتد بسمول برونكس او تيرمينال برونكيول، عشان كده البيز بتاع اللوبيولز دي ساعات نلاقيها معلمه على السيرفس بتاع اللنج، ونسميها اللنج لوبيوليشن، لنج لوبيوليشن، بتبقى مميزه قوي في الاوكس والكامل والجوت. ودي احد نقاط الكومباراتيف بتاع اللنج عشان نعرف اللنج من بعضيها، ودي بتبقى ليه بقى التميز بتاعها بيبان ليه، لوجود كميه كبيره من بلينتي اماونت اوف انترلوبر كونكتيف تيشو، بتبقى فاصله بين اللوبيولز مش اللوبس، بين ايه؟ بين اللوبيولز اللي هي النهايات الصغيره اللي موجوده، الاجزاء الصغيره اللي داخل اللوب.
طيب كده خلاص احنا فهمنا يعني ايه بالمونري لوب ويعني ايه بالمونري ليبيول. هنتكلم بقى في العموم في الحيوانات، الرايت لانج فيها كام لوب والليفت لانج فيها كام لوب؟ الليفت لانج فيها فصين، فيها ايه؟ فيها فصين، تو لوبس كرينيال وكودال. الرايت لانج فيها كام؟ اربعه في كل الحيوانات ما عدا الحصان والجمل. ايه هم اسمائهم؟ بص كده، كرينيال وميدل وانترميديت و كودال. عاوز تسميهم اسم تاني؟ بص كده هتقول على الكرينيال ده ابيكال، والميدل ده كاردياك، والانترميديت ده اكسسوري، والكودال ده فراجماتيك. سموهم زي ما يعجبك. يبقى يا كرينيال وميدل وانترميديت وكودال، يا اما ابيكال وكاردياك واكسسوري ودايفراجماتيك. ما عدا في الحصان الميدل او الكاردياك مش موجود، اللي هو يعني ليه اسمين، يا ميدل يا كاردياك. بس لو استعملت كرينيال تكمل الباقي ميدل وايه وانترميديت وكودال، لو استعملت ابيكال تكمل الباقي كاردياك واكسسوري وايه ودايفراجماتيك. الليفت لانج اتنين لوب بس، اللي هم الابيكال والدايفراجماتيك او الكرينيال والكودال. طيب خلي بالك الرايت كرينيال لوب بيبقى مقسوم لاثنين بارت في في الرومينانت بس. يعني انا كاتب سام تايم ان بينج دي ممكن تلغيه لان بعض العينات، لكن مش هنخليها قاعده. لكن هو مقسوم الى اثنين فين؟ ها؟ في الرومينانت. طب الليفت كرينيال مقسوم لاثنين في كل الحيوانات ما عدا الحصان والجمل. يبقى الحصان والجمل رابطهم حاجتين، غياب الميدل لوب في الرايت لانج، كمان عدم انقسام الليفت كرينيال لوب. يبقى في الحصان والجمل الليفت كرينيال والرايت كرينيال الاثنين ما همش ديفايدد، في الرومينانت بس الرايت كرينيال ديفايدد، في بقيه الحيوانات ما عدا الحصان والجمل الليفت كرينيال ديفايدد. وده كله هنجمعه تاني في الكومبارس بتاع اللانج تاني. يبقى اعرف بالمونري لوب يعني ايه لوبيول، يعني ايه ده جزء داخل اللوب، وبعدين اعرف ان وضوح الحدود بتاع اللوبيولز من على السيرفس بتعمل حاجه اسمها اللانج لوبيوليشن، وبعدين عدد الفصوص في الرايت لانج اربعه وعرفت اسمائهم، وعدد الفصوص في الليفت لانج اثنين وعرفت اسمائهم، وقلت نقطه من الكومباريتيف اللي هو الرايت كرينيال لوب والليفت كرينيال لوب، اعرف مقسوم فين ومش مقسوم فين. في السلايد دي هنتكلم على التغذيه الدمويه للرئه. التغذيه الدمويه للرئه نوعين، نوع داخل يؤدي وظيفه ونوع تاني داخل يغذي الرئة، مع ملاحظة النوع اللي داخل يغذي وظيفة شايل دم كتير قوي، دم الرايت فينتريكل كله موديه لللنج عشان يحصل له أكسجة يخش فيه الأكسجين ويرجع للدم تاني للقلب تاني عن طريق البلمونري فينز اللي تدخله للأتريوم اللي هو الليفت أتريوم ثم الليفت فينتريكل يطلع للأورطة لبقية الجسم. يبقى البلمونري فيزلز دي داخله تعمل وظيفه. طب بس وظيفه بس يا دكتور، يعني الالف ما 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 خلي بالك ان البلمونري فيزل ارتر ده بيصب الدم بتاعه في حواف الرئه، يعني في الالفولاي والالفر داكتيول، المنطقه اللي فيها الفولاي والالفر داكتيول والريسبيراتوري برونكيول اللي هي فيها اكستشينج اوف جاز. طب المنطقه دي لما تيجي تتغذى يا دكتور بتاخد من حته ثانيه؟ لا، بتتغذى برضه برغم ان هو فانكشنال لكن بيغذيها. تمام؟ خلي بالك معايا. وبعدين الدم ده بقى تقول لي طيب ما هو ما دام بيغذيها هياخد ثاني اكسيد كربون، بقول لك ذره ثاني اكسيد كربون في وسط هذا الاكسجين الهائل ما تبانش. تمام؟ وبتبدا البلمونري فينز بقى تاخد الدم بتاع البلمونري ارتري اللي حصل له اكسجه، لان البلمونري ارتري شايل دم غير مؤكسج من الرايت سايد اوف هارت. تقوم البلمونري فين واخداه موصلاه الليفت سايد اوف هارت على الاتريوم ثم الفنتريكل ثم يطلع للاورطه. تمام؟ يبقى دي البلمونري فيزلز دي فانكشنال بلاد فيزلز ان اديشن لوظيفه برضه اولسو نيوتريشنال في البريفري بس. لو هتلخبطك خليها فانكشنال بس افهم ان الجزء اللي هي فيه بتغذيه. طيب نيجي للنيوتريشنال بقى. النيوتريشنال من البرونكيال ارتري وفين؟ من البرونكيال ارتري وفين؟ البرونكيال ارتري دوت بيبقى دورسال للبرنسيبال برونكاس وبيغذي التفرعات اللي بتوصل الهواء مش اللي بتعمل اكستشينج، يعني من اول البرنسيبال برونكاس ثم اللوبر ثم السيجمنتال ثم السبسيجمنتال ثم البرونكاي ثم التيرمينال برونكيول. لكن اول ما تبدا الريسبيراتوري كل بيكون خلص، اللي بيقوم بالوظيفه الجماعه البلاد اللي هو الفانكشنال بتاع البلمونري. طيب الدم بتاع البرونكال ارتري ياخد البرونكال فين يرجعه ل مش يرجعه بقى للقلب،
ياخده يرجعه للكود للفينا كاف، رجعه للفينا كاف. تمام يا شباب؟ يبقى الدم بتاع البرونكيال فين ده يرجع على الرايت سايد اوف هارت، الرايت سايد اوف هارت. بس هنا بقى في نقطه. طيب يا دكتور، انت قلت لنا مفيش برونكيال فين في الهورس والرومينانت. طيب الدم بتاع البرونكيال ارتري هيروح فين؟ اقول لك بقى في الوقت ده تقوم البلمونري فين واخداه وخلطها مع الدم المؤكسج وراح على الليفت سايد اوف هارت اللي هو الدم النظيف. يبقى خلي بالك، لو في برونكيال فين يبقى الدم بتاع الكوندكتنج بارت بيروح على الرايت سايد اوف هارت. لو غايب البرونكيال فين يبقى كل الفينوس درينج بتاع اللنج بيروح على الليفت سايد اوف هارت، ودي نقطه مهمه وخلي بالك منها. تمام يا شباب؟ ادي البلاد سبلاي اوف هارت، سوري بلاد سبلاي اوف ذا لنج. وهنا في الصوره اهو لو انت عاوز تشوف هتلاقي ادي البلمونري فين، وانا ملونه باللون الاحمر علشان تبقى فاهم ان الدم اللي فيه مؤكسج اهو. ادي البلمونري فين، وشوف البلمونري ارتر اهو، المفترض انه يبقى باللون الازرق لان الدم اللي جاي منه دم غير مؤكسج. تمام؟ بيخش بقى في المنطقه دي وشوف كله متوزع فين، في البريفري، في البريفري كله. وطبعا المنطقه دي كلها شوف انا بادئ منين، من الريسبيراتوري برونكيولا، يعني بيتوزع في المنطقه بتاعه الاكستشين. اوعى تفكر ان ده برنسبل برونكس ولا حاجه اهو. تمام يا شباب؟ يا رب تكون اتفهمت القصه دي. هنا ده منظر بيوريك انتشار سريان الدم اهوت. شوف هتلاقي هنا اهوت ده برانش من البلمونري ارتري وفي دم ازرق اهوت، يعني لسه مش نضيف، دخل بقى اتغير ونضف وطالع عن طريق الارتريول ونضف وبدا يتجه هنا. شوف الاحمر ده هتفكره فين؟ هتفكره ارتري؟ لا ده فين، ده بص اهو ده فين، هعلم لك عليه اهو هتلاقيه فين، هعلم لك عليه بالدايره الزرقاء دي كده، هتلاقيه فين اهو اهو ده فين، بالمونري فين، والازرق ده ارتري، ارتري اهو، العكس هنا في الرئه. تمام ماشي يا شباب، واضح الامور؟ هنا هنبدا ان شاء الله نتكلم على الكومباراتيف لانج. هنشوف، بص لما تيجي تاخد كومباراتيف دايما ركز على النقاط اللي هتعمل المقارنه فيها، يعني زي مثلا هنا عدد اللوبس اهي، الفيشر اللي بين اللوبس، حاجه اسمها اللوبيوليشن، وانا قلت لك اللوبيوليشن اللي هو بروز النهايات بتاعه اللوبيولز من على السيرفس. وبعدين شكل اللوبس، هل اللوبس فيها كومباراتيف ديفايدد ولا انديفايدد، هل في تراكيال برونكس ولا لا، هل في ريسبيراتوري برونكيول ولا لا، هل في برونكيال فين ولا لا، وكل ده جاوبنا. خلي بالك احنا بنجمع بقى، وهل في سبيشال كاركتر ولا لا، دي الجديده اللي هنقولها. تعالى لللوبس، احنا قلنا دايما كله اربعات ما عدا الهورس والكامل ثلاثات لغياب الميدل لوب. الفيشر هنا فيري فيري ديب في الدوج، عكسها نيرلي ابسنت في الحصان، الباقي كله مودريت. في اللوبيوليشن هتلاقيها واضحه قوي في الاوكس والجمل والخنزير، الاوكس والكامل والخنزير تقريبا الثلاثه اللي بيتاكلوا في مصر كتير. تمام؟ مش واضحه في الحصان ولا في الكلاب. نيجي بقى للسمول رومنانت، هتلاقيها التلتين القدامانيين في الجوت واضحه، وفي الشيب مش واضحين. تمام؟ يعني اللوبيليشن في الشيب مش واضحه، في الكرينيال والميدل لوبس بتاع الجوت واضحه، لكن لو السمول رومنانت هتلخبطك يبقى خلي بالك، خليك فاضح الاول اعرف التانيين، انها واضحه جدا في اللي بيتاكلوا اللي هي الجمال والابقار والخنازير. في الحصان والكلاب مش واضحه، في الدوج والهورس بتبقى ايه الديستنج. الرايت كرينيال احنا خدنا قاعده ان هو ديفايدد بس في الرومينانت، حتى انا كنت قايل لك في السلايد ده قبل كده، ممكن في بعض عينات البيج لا انساها عشان تبقى سهل. يبقى كل الحيوانات الرايت كرينيال لوب بتاع اللنج انديفايدد ما عدا الرومينانت ديفايد، اما الليفت كرينيال فديفايدد في كله ما عدا الحيوانين المتشابهين اللي هم الجمل والحصان الهورس والكامل. هنلاقيه ايه؟ ها هنلاقيه الليفت كرينيال انديفايدد في الحصان اهو وفي الجنب. الريسبيراتوري برونكيول احنا قلنا فيها قاعده واضحه قوي 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 في الدوجز، غايبه نهائي في الاوكس، الباقي كله بورلي ديفلوبد يعني موجوده بامارة.
البرونكيال فين؟ قلنا في الحصان والروميننت ابسنت، في البيج والدوج موجودين، في الكامل يعني المراجع بتقول غالبا بيبقى موجود بس ما بيبقاش بالوضوح بتاع الهورس والرومين. تمام. في سبيشال كاركتر بقى، السبيشال كاركتر هنا يعني مثلا لو قلنا سبيشال كاركتر لللانج بتاع الدوج ان كل فص لوحده، كل فص في موال لوحده. تمام. فالانترلوبر فيشر فيري فيري ديب. طب لو قلنا في الجمل هنلاقي بقى على حواف القاعده بتاع اللانج هنلاقي البلوره عامله كرمشه كده زي كرمشه الدنتيلا، بيسموها فرنجد بليس لايك ابير، تديها وكان احنا مزوقينها بدنتيلا كده، فرنجد بليس لايك ابير، دي ميزه لللانج بتاع مين؟ الكامل. هنا يا شباب يعني صورة واضحة صورة توضيحية كده، رسم دياجراماتيك كده باليد للرئة في الهورس وفي الدوج وفي البيج وفي الاوكس اللي هو الرومينانت يعني، وفي السمول رومينانت اللي هي الشين. هتلاحظ في الهورس طبعا اهوت هتلاقي ان اهوت 3 فصوص بس ومفيش تراكيه البرونكس. طب لو 3 فصوص فيها تراكيل يبقى ايه؟ يبقى كامل. طب هنا هتلاقي كل فص لوحده ده 4 وكل فص متناثر بعيد عن الاخر في الرايت لانج، وفصين هما والكرينيا المقسوم يبقى ده دوج. طيب هنا ال4 فصوص موجودين والشمال مقسوم وفي تراكيه البرونكس تبقى بيج. طيب البيج ما هو قريب قوي للاوكس، بس الفرق ان هنا الكرينيا اللوب مقسوم بجزئين واضحين جدا اهو، والتراكيه البرونكس برضو موجوده اهو. نيجي هنا اهوت في الشيب هنلاقي يعني هنلاقي الفص الامامي اهو مقسوم برضو، وادي الاكسسوري اهو، وادي الميدل اللي هم الاربعه، والتراكيه البرونكس اهوت، وادي الليفت لانج عباره عن فصين. ودي رسم دياجرامات كده بس للايضاح، ارجو ان يكون المحاضره بسيطه وسهله، مع خالص امنياتي بانكم تكونوا فهمتوا المحاضره، فهمتوا يعني ايه برونكيال تري، تبدا من البرينسيبال برونكس ثم اللوبر، وكل لوبر يخش في اللوب بتاعه يدي سيجمنتال وسب سيجمنتال، وبعدين السب سيجمنتال يدي تيرمينال، وبعدين التيرمينال يدي ريسبيراتوري ما عدا في الابخار، وبعدين الريسبيراتوري يخش على المنطقه على طول البرونكيول، الريسبيراتوري برونكيول ثم التيرمينال، سوري الريسبيراتوري برونكيول ثم الالفلار داكتيول ثم الالفلار ساكيول. وتعرفوا الكومباراتيف بتاع التري ان فيه اللي هو بتاع اللي هو التراكيه البرونكس ده موجود في الحيوانات اللي بتتاكل في مصر زي ما قلت لكم. كمان ان الفص الامامي الايمن في اللنج لهذه الحيوانات مش اللي بتتاكل في مصر بس، الفص الامامي الايمن للحيوانات التي تؤكل في مصر بيطلع لها تراكيه البرونكس. بعد كده تعرفوا الروت اوف لانج، وبعدين البلمونري هايلس، وبعدين تعرفوا اللوبس بتاعه اللانج ويعني ايه لوبيول ويعني ايه لوب، وبعد كده هو تخشوا على البلاد سبلاي وتعرفوا الفانكشنال من النيوتريشنال، وبعدين تخشوا على الكومباراتيف. واعتقد الامور واضحه، وان شاء الله انا في انتظار اي استفسار منكم وتحت امركم في اي وقت، ويز بيست ويشز، وان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.